وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد محمد الزياني، عضو لجنة الضيافة والسياحة في غرفة تجارة وصناعة البحرين. نرحب فيك أستاذ محمد في أخبار الثالثة، وباعتقادك كيف تسهم سباقات الفورمولا 1 في تعزيز القطاع السياحي في مملكة البحرين؟ أسعد الله مساكم بكل خير ورحب فيكم. في البداية خلوني أبين أن يعني هاي الحدث الرياضي يعتبر الأكبر بالنسبة حق مملكة البحرين، يعني مو فقط لأنه وضعنا على الخارطة العالمية من بداية سنة 2004، حتى أنه عزز مكانة البلد السياحية عام بعد عام. يعني يعتبر من الفعاليات الضخمة اللي نتطلع في غرفة الصناعة والتجارة إلى المزيد منها، لأنها إلى الآن يعني بعد 20 عام يعني عقدين من الزمن على انطلاقها، وهي تساهم بشكل كبير في الترويج لمملكة البحرين والسياحة الرياضية بشكل خاص. يعني يمكن في نقطة قبل ما أتكلم عن تأثيرها الاقتصادي، اليوم تجربة السباق تعتبر اليوم تجربة سياحية مثالية، وهي شراكة حقيقية في التنسيق بين كافة القطاعات من بداية إصدار التأشيرة. يعني التأشيرات اليوم تصدر قبل تقريبا شهر من السباق، من تاريخ السباق، إلى تجربة دخول المسافرين للمطار واستقبالهم ما تشوفون يعني بابتسامة كبيرة، يعني يعكس ضيافة الشعب البحريني وطيب أخلاقه. ونقدر يعني نشوف المتابعة حتى من المسؤولين الكبيرين على حرص على تجربة استثنائية من السياح، والتنسيق يعني بين قطاع النقل بكاسي البرية والبحرية وحتى وسائل النقل العامة، والترتيب الكبير مع إدارة المرور على تنظيم وسلاسة التنقل. نعم. يعني شيء رهيب في دولة صغيرة مثل مملكة البحرين. اليوم حتى وزارة السياحة وممثلين الهيئة يعني من التسويق للأنشطة السياحية، سياحة التسوق والصناعات الحرفية والتراثية، هذه في الواقع تجربة يعني تزيد من عدد السياح كل عام، ومو فقط تزيد من تجربة السياح، نشهد أن في عودة للسائح مرات عديدة لحبهم لهاي التجربة المتكاملة وحبهم لمملكة البحرين والتجربة السياحية اللي يعيشونها. اليوم بلغت نسبة الإشغال في الفنادق مثل ما أنتم عارفين هذه عام بعد عام قاعد تتكرر، يعني من 95% إلى الحد الأقصى في أغلب الفنادق الأربع والخمس نجوم 100%، وأكثر من 80% من في باقي المنشآت السياحية. حتى المطاعم اليوم يعني تشهد ازدهار في عدد المرتادين، توصل يعني الإشغال إلى 80% و90% في المطاعم، والأسواق والمجمعات التجارية بعد فيها زيادة كبيرة من المتسوقين. وأنا يعني بصراحة إحنا نحتاج إلى المزيد من هاي الفعالية الضخمة مثل الفورمولا، واللي تعطي تجربة فريدة حق السائح اللي تخليه يرجع إلى البحرين عام وراء عام. نعم الأستاذ أحمد محمد الزياني، عضو لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.